الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج هنا العاصمه. هبدا حلقتي باني ادعوكم لمتابعه حوارين بتصور انهم مهمين جدا، لان فيهم حياه جديده ومختلفه لطريقه حياتنا اللي تعودنا عليها، العربيات اللي دايما بنحط لها بنزين ونستنى وناخد دور لو في زحمه الى اخره. الموضوع ده هيختلف ويتغير مع التطور اللي بتشهده الدول المتقدمه في صناعة السيارات. مصر بتسير في نفس المسار، وبتتجه مصر للتحول من استخدام السيارات اللي بتمشي بالبنزين لسيارات كهرباء وسيارات تانية طبعا بالغاز. واحنا اتكلمنا في موضوع الغاز، لكن النهاردة هنتكلم في موضوع الكهرباء. يعني ايه السيارة هتبقى يعني عن طريق الكهرباء جاهزة للاستعمال؟ ده توجه عالمي، الدول اللي بدأت تعمل عليه نجحت، ووفرت جهد ووفرت طاقة ووفرت صحة، لأنه طبعا البيئة بتتلوث من عوادم السيارات، ووفرت أشياء كثيرة تستفيد منها الدولة. هنشوف إزاي ممكن تليق مع حياتنا، وإزاي هتساهم في الحفاظ على صحتنا وعلى بيئتنا، وإزاي كمان إحنا كمصريين بقى واخدين طبعا على موضوع البنزين هنغير الاتجاه تماما ونبتدي نشوف إزاي يبقى في كهرباء أو في غاز، لأنه ده القادم. حوار مهم بدعو حضراتكم لمتابعته واخذ فكرة كده كبيرة عن انشاء محطات لشحن كهربائي بتشحن السيارات، وازاي المحطات دي هتبقى جاهزة لاستقبال المواطنين، وفي نفس الوقت ازاي احنا ممكن ناخد على الحكاية دي، لانه برضو التعود هنا موضوع مهم جدا، والاحجام للعربيات اللي هنبتدي نستعملها كاستهلاك وصلت لمصر بنسبة قد ايه. كل ده هيبقى مع ضيفنا الاستاذ يسر النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات. الحوار الثاني حوار عن قصة نجاح كبيرة لمصر وإبهار آخر على المستوى الرياضي بعد التنظيم الرائع لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة واللي كان افتتاحها يوم الجمعة اللي فاتت. هنتكلم عن هذا التنظيم، عن فرص المنتخب كمان المصري اللي بيلعب في هذه البطولة، وطبعا النهاردة المباراة أمام غانا. هنتكلم عن فرص المنتخب وعن طبعا نجاحه، إن شاء الله ربنا يكرم كده منتخب لحد دلوقتي 1-1 في الشوط الأول، وإن شاء الله يبقى الانتصار من نصيب المنتخب، وكل التوفيق لكل المشاركين ولكل ضيوف هذه البطولة، وإن شاء الله كمان يستمتعوا بوقتهم في مصر. هنشوف في هذا الحوار إزاي مصر بتكتسب وبتزيد من رصيدها أمام العالم في عملية التنظيم، في عملية الاستضافة لمحافل كبيرة على مستوى رياضي، مستوى اقتصادي، مستوى سياسي. ازاي ده بيدي ثقة اكبر واوسع لمصر امام دول العالم، لانه طبعا ده حدث كبير كل الدنيا بتتكلم عنه، مش بس عشان هو على مستوى رياضي يبقى هيبقى في النطاق ده، لكن هو بينعكس هذا النجاح على كل القطاعات. الاستاذ عصام سالم الناقد الرياضي برحب بيه النهارده، هيبقى ضيفنا في هذا الحوار الرياضي، وكل التوفيق للمشاركين وللمنتخب المصري والمصر. احنا النهارده بنشجع مصر بشكل كامل، مش بس المنتخب المصري، لان مصر هي اللي بتنظم، مصر هي اللي بتستقبل الضيوف، مصر هي اللي بتقف امام العالم لتقديم وتصدير هذه الصوره الرائعه اللي زي ما قلت لحضراتكم بتلقي بظلال على كل المجالات. بعد كده نبدأ أول أخبارنا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، وأكد كذلك سيادة الرئيس حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي ما بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة اللي بتجمع البلدين. كانت هذه التصريحات خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوانغ يانغ رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. قدم الرئيس السيسي الدعوة الرسمية خلال المقابلة للرئيس الصيني لزيارة القاهرة في المستقبل القريب. استعرض الرئيس خلال هذا اللقاء جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومساعيها لتعبئة الجهود الدولية في هذا الإطار باعتبارهما الخطر الأول الذي يهدد المنطقة والعالم بالكامل.
مؤكدا أن التنمية وأن تغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب في هذا الإطار إلى جانب الجهود الأمنية. كما تم التباحث بشأن أفاق التعاون الثلاثي ما بين البلدين في أفريقيا، خاصة طبعا في ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي 2019، وأعرب الرئيس كمان عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية في مصر. أشاد رئيس المجلس الاستشاري الصيني لتطور العلاقات الثنائية التاريخية ما بين مصر وما بين الصين، مؤكدا أن بلاده تسعى دائما للارتقاء بشراكتها مع مصر في كل المجالات، لا سيما مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة. لقاء آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في هذا اللقاء على دعم وتنشيط التجارة الداخلية داخل مصر، خاصة فيما يرتبط بالسلع التموينية. ووجه سيادة الرئيس بضرورة تكثيف إجراءات ضبط الأسواق، حماية المستهلك، العمل على مكافحة الاحتكار، العمل على مكافحة الغش التجاري اللي ممكن المواطن يكون بيعاني منه، تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئة تعتبر من الفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع، زيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية، السلع الحياتية للمواطن بيعتمد عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التنمية والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، طبعا بما تتضمنه من برامج ومن أنشطة بتهدف لتوفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضبط الأسواق بالكامل. وزير التموين أكد في الاجتماع توفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الحياتية الأساسية زي القمح والسكر والزيت والرز، بالإضافة للدواجن وللحوم المجمدة. أشار وزير التموين إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أثر بشكل إيجابي وملموس على انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال العام الحالي مقارنة بعام 2018. اجتماع مهم ليه؟ لأنه مرتبط بحياتنا، بصحتنا، بالغذاء، وكذلك بضبط الأسواق. مشكلتنا داخل الأسواق في أحيان كثيرة إن احنا بيبقى عندنا شكوى من منتج منتهي الصلاحية، من طريقة معاملة، لو أنا بقدم الشكوى دي في المكان اللي لقيت فيها المشكلة أو في المشكلة ما لقيش رد فعل إيجابي، ما لقيش تعاون، ما لقيش تنسيق، ما لقيش جهة أستغيث فيها بأنه في يا جماعة هنا منتجات غير صالحة للاستعمال الأدمي. كل ده مطلوب جدا من وقت للتاني فعلا أنه يتم عليه الرقابة والتشديد بأخذ إجراءات تجاه أي تراجع في هذه السلع. عملية الاحتكار عشناها وعانينا منها في سلع مهمة، نفتكر مع بعض اللي حصل في أزمة السكر، وكان يليها على ما أعتقد الرز، والنهاية أنه للموقف كله أنه حصل احتكار، التجار استغلوا الموقف وأخذوا كل السلع الأساسية دي واتخزنت، وطبعا ده أدى إلى ارتفاع الأسعار لما تبقى، وكانت المشكلة اللي طبعا يعني واجهناها جميعا كمواطنين، والدولة تحركت وكشفت عن جشع بعض التجار. الاجتماع مهم في مضمونه وفي الرسائل اللي موجودة فيه، كمان فيما يخص وجود سلع استراتيجية أساسية زي القمح والسكر والزيت بوفرة، ده تطمين في حد ذاته مطلوب من وقت للتاني ان احنا نعرف ان احنا نمتلك هذه السلع بشكل يعني جيد لفترات طويلة. اعلنت الهيئة العربية للتصنيع اطلاق منظومة الاتوبيسات الكهربائية الذكية، ده نفس الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة في حوارنا الرئيسي. للي بينضم لينا دلوقتي، كنت قدمت في بداية الحلقة اني بدعو حضراتكم لمتابعة حوار من اهم الحوارات لانه خاص بعملية شحن السيارات كهربائيا. خلاص هنروح دلوقتي بدل البنزين نشوف غاز او نشوف كهرباء، علشان ده القادم، ده التطور اللي العالم بيمشي فيه واحنا كمان بننضم ليه. النهاردة فيما يخص برضو هذا الحوار عندنا كده خبر وهنعلق عليه اكيد في حوارنا، خاص بالهيئة العربية للتصنيع اللي اطلقت منظومة الاتوبيسات الكهربائية من خلال التحالف اللي بتقوده العربية للتصنيع مع شركة صينية اسمها وانغ سيانغ.
وده طبعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بنقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكيه. التكنولوجيا اللي هناك دي تجي لنا في مصر ونبتدي نشتغل بيها علشان المنظومه الجديده دي خطوه طبعا بتاكد قدره الصناعه الوطنيه على مواكبه التطور العالمي ونقل التكنولوجيا الحديثه، وكذلك بتضيف لحياتنا كمواطنين. احنا عايشين في دوشه العربيات طول الوقت بمشاكلها، بالازدحام، بضجيج الحياه، ومحطات البنزين لو بس طلعت اشعه صغيره قد كده ما بنعرفش يمشي من قدامها من كتر الازدحام والطوابير. ده المفروض يبقى له يعني جانب اخر بالتوازي مع الاحداث دي، لازم نكون بنشوف ايه الجديد في هذا العالم في هذه المنظومه ونبتدي نشتغل كده عليه مع بعض ونتكلم فيه زي ما هنتكلم النهارده مع حضراتكم ازاي احنا ممكن ناخد عليه برضو، لانه ده محتاج لسه يعني معلومات، تفاصيل، اسئله كتير، استفسارات عن الحياه القادمه دي بشان السيارات اللي بالكهرباء هتبقى شكلها ايه. النهارده كمان في اتوبيسات كهربائيه ذكيه، منظومه جديده بتحافظ طبعا على البيئه وعلى نظافتها في المقام الاول. عوادم السيارات دي شكوى دائمه لنا جميعا. عندنا خبر خاص بمدرسه المجوهرات. مدرسه المجوهرات انا اتكلمت مع حضراتكم عنها قبل كده، النهارده احنا بنتكلم عنها تاني لان الوقت قرب خلاص، يعني بيننا وبين افتتاح هذه المدرسة الرائعة الجميلة اللي بتضيف لسوق العمل ساعات يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله. بعد بكرة الصبح هتبقى في مدرسة خاصة بتعليم صناعة المجوهرات والحلي. المدرسة دي في إطار دعم التعليم الفني والتطبيقي بيتم افتتاحها. المدرسة مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيق في مدينة نصر. ده ما تم اليوم، تم افتتاحها اليوم في إطار دعم التعليم الفني والتطبيقي. والمدرسة دي طبعا اللي تم افتتاحها النهاردة فيها أكتر من مجال على فكرة، منها مجالات خاصة بالفندقة، خاصة بسوق العمل في هذا النطاق، ايه اللي مطلوب وايه الجديد وازاي الطلبه والطالبات ممكن يكونوا عندهم فكره اوسع عن هذا العالم، عالم الفندقه. وموضوع المجوهرات والحلي، وزاره التربيه والتعليم يوم الاربعاء الجاي هتبتدي تفتتح مدرسه الحلي والمجوهرات في العبور، ودي مدرسه ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقيه. يبقى احنا عندنا المجوهرات والحلي في هذا الاطار التكنولوجي التطبيقي الجديد اللي يعني زي ما احنا كده شايفين ان وزاره التربيه والتعليم ماشيه فيه وبتشوف ازاي يبقى في مهارات جديده للمتقدمين لهذه المدارس لان ده اللي سوق العمل عايزه. بتتكلم في الحلي والمجوهرات يوم الاربعاء زي ما قلت لحضراتكم، اتكلمنا باستفاضه عن اهميه المدرسه دي وازاي بتقدم لنا اجيال جديده في هذه الصناعه الهامه في مصر. هيبقى في العبور في ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقيه. لكن ما تم اليوم ايضا في نفس النطاق استخدام التكنولوجيا التطبيقيه ولكن في عالم الفندقه، تم افتتاحه فعلا النهارده في اطار التعليم الفني والتطبيقي وعمليه دعمه. والدكتور محمد مجاهب نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون التعليم الفني قال نامل ان نضيف 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقيه سنويا، ومع حلول 2030 هيكون عند الوزاره 100 مدرسه للتكنولوجيا التطبيقيه. زي ما قلت لحضراتكم هو مسار، هو واضح يعني من الاخبار اللي دايما معانا انه ما يتم من تطوير في العالم في مجالات كتيره وشايفين انه هينفعنا وشايفين انه هيخدم سوق العمل عندنا وهيخدم المواطن وحياتنا، بنحاول ان احنا ننقله، ناخد الدروس المستفاده من الخارج، ناخد الخبره دي، نشوف النتيجه اللي وصلوا لها، نشوف الاخطاء اللي وقعوا فيها، نشوف ازاي احنا ممكن نتجاوزها الى اخره. فالنهارده احنا بنتكلم عن مدارس جديده بتضيف لهذا العالم الهام، عالم التعليم الفني. ازاي ممكن يبقى عندنا ما هو جديد من الاجيال بادوات جديده بفكر مختلف بشكل عصري من خلال وجود المدارس دي، لانه مش هيعرفوا يعملوا ده لوحديهم، مش هيعرفوا يدرسوا عادي وفجاه لما يخرجوا من المدارس العاديه سواء فندقه او حلي ومجوهرات او صناعه اثاث او اي شيء خاص بالتعليم الفني، هو بقى اللي يبتدي يتاقلم لوحده مع السوق ومتطلباته. النهارده المدرسه من الاساس من البدايات بتعلمه ازاي يليق مع العصر الحالي والقادم. أيضا
بتهدف مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية الحلي والمجوهرات لإعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي أيضا في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وده من خلال توفير العديد من المميزات لهم كالبيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي. في الحقيقة أن هي طبعا يعني سوق مهمة قوي عندنا، سوق الذهب دي، وطبعا كل خبر خاص بيها لازم نكون عارفين تفاصيله. النهاردة احنا من أجمل الأخبار اللي بنقولها فيه إن هيبقى عندنا أيدي مصرية عاملة بكثرة وبوفرة في هذه السوق الهامة، تصميمات وإبداعات وفكر مصري مختلف من شبابنا ومن شاباتنا في هذه السوق. في إطار التدريب والتعليم برضو، استقبلت الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب السفير ستيفن روماتي سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث سبل التعاون والترحيب بالدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. رشا راغب رحبت بصحبة السفير الفرنسي بالمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وقالت: أود أن أعبر لكم عن فخري بكم، فقد وقع عليكم الاختيار من ضمن 11,000 متقدم مروا بمراحل كثيرة كمراحل تصفية، فأنتم هنا نتيجة الاجتهاد. المراحل بلغت 300 مرحلة تقريبا. نحن فخورون بأن نكون مؤسسة حكومية تضمن النزاهة والإنصاف في عملية الاختيار لأول برنامج قيادي مقدم للعاملين في القطاع الحكومي. ندرك جميعا أن هذا البرنامج شديد وطويل، ونثق في قدرتكم جميعا على النجاح به. بدأت دراسة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في بداية الأسبوع الماضي، وهتستمر لمدة 8 أشهر، وهتضم الدفعة 81 من المتدربين. الأعمار بتتراوح من 30 ل 44 سنة. كل التوفيق للمتقدمين، جيل أيضا جديد أكيد هيحمل الفكر المختلف، وكذلك جيل بيقدم ما يمتلك من مواهب من أدوات في عملية القيادة على كافة الأصعدة. بالتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب النهاردة من خلال هذه المراحل، مراحل كتيرة جدا 300 مرحلة، يعني التصفيات كانت عظيمة. بالتأكيد الجيل النهاردة وصل لعملية التدريب يستحق أن يكون في هذه المكانة، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ونشهد لهم مستقبل رائع، لأنه مستقبلهم ده مرتبط بحياتنا ومرتبط بوطننا، وبالتالي كل التقدير ليهم وللمسؤولين والقائمين على هذا العمل. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا النهاردة على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال الحفر اللي بتعملها تركيا في الساحل القبرصي فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق. ويهدف القرار لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا. ده بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب طبعا توغلها في 9 أكتوبر في الشمال السوري وارتكابها لجرائم حرب ضد المدنيين. وزراء الاتحاد الأوروبي قالوا في بيانهم إن قرار النهاردة سيتيح فرض عقوبات على الأفراد وعلى الكيانات المسؤولة عن أو حتى شركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. قرار هايل، وأخيرا الاتحاد الأوروبي يتحرك على الأرض، ليس فقط تصريحات أو إدانة أو رفض لما تفعله تركيا في سوريا أو لأي شيء ممكن يكون يعني ضد القوانين. النهاردة في تحركات كبيرة بتتم كعقوبات لتجاوز تركيا للمواثيق للاتفاقيات لعلاقتها خارجيا مع الدول اللي المفروض انها تكون اكثر احتراما واكثر يعني خلقا، خاصة فيما يتعلق بما يخص هذه الدول او مكتسبات لهذه الدول او نتائج عمل هذه الدول. النهاردة تركيا كان في عقدة كده مع الاتحاد الاوروبي اسمها عقدة اللاجئين. النهاردة الاتحاد الاوروبي واضح ان خلاص يعني الموضوع ده لم يلفت له الانتباه. قصة فتح أبواب تركيا على الاتحاد الأوروبي وتصدير اللاجئين، كانت دايما أردوغان بيتحدث بهذه النبرة وبيصعدها، وكان في كده عملية ترهيب وتخويف للاتحاد الأوروبي من موضوع اللاجئين.
النهاردة الاتحاد الأوروبي يصدر هذا البيان الصريح الحاسم الواضح ضد أفعال تركيا اللي ممكن ترتقي للجرائم، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية في الشمال السوري، في اختراقها للقوانين والتنقيب في أماكن ملهاش أي علاقة بها، أنها تنقب فيها، عايزة تستفيد من مكاسب دول أخرى، عايزة يعني تقسم ما حصلت عليها هذه الدول من نتائج نتيجة التنقيب عن آبار أو عن بترول أو غاز أو مكانة وصلت لها، زي ما مصر وصلت مثلا على خريطة تصدير الغاز لمكانة ومرتبة كبيرة ومنزل عليها. الآن تركيا بتحاول أنها يعني من خلال هذه الأطماع الواضحة للعالم تاخد نفس المكتسبات، ولكن العالم يقف لتركيا. حاول كثيرا أردوغان أن يلفت الانتباه عن أفعاله دي، عملية التنقيب مثلا اللي بيقوم بها دي، حاول من خلال وجوده في سوريا، من خلال قرارات بياخدها في داخل تركيا كانت بتثير الجدل بشكل كبير في الداخل التركي وخارج أيضا الحدود التركية، أنه يلفت الانتباه عن هذه الأفعال وعملية التنقيب والحفر قبالة الساحل القبرصي على سبيل المثال، ولكن ينتبه له الآن دول الاتحاد الأوروبي ويصدروا هذا البيان. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي. مساء الخير يا أستاذ أسامة. أستاذ أسامة حضرتك سامعني يا فندم؟ طيب أستاذ أسامة، أنا كنت بتكلم دلوقتي على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تركيا قبالة الساحل القبرصي. تركيا بتخترق القوانين عادي جدا، ويعني اتكلمنا كتير عن ما يحدث في سوريا، اتكلمنا عن عملية التنقيب دون أي حق بيقوم بها أردوغان. النهاردة يعني هنبص بقى لردود الأفعال للأصداء. النهاردة في تحرك حقيقي على الأرض للوقوف أمام هذه الأفعال الأردوغانية بشكل واضح. حضرتك شايف بيان الاتحاد الاوروبي، قراته ازاي؟ الاوروبي خد هذا استاذ اسامه. طب هنحاول نتواصل مع حضرتك مرة تانية لأن الصوت مش واضح الحقيقة من أول المكالمة. هو القرار اللي احنا بنتكلم عنه أو هذا البيان قرار يعني جه بعد قرار آخر وبعد تصريحات قلناها مع بعض وقت ما كنا بنتكلم عن ما حدث في الشمال السوري من قبل تركيا واغتيالات وأيضا يعني أعمال قمع وعنف وقتل للمدنيين وترويع وتخويف من خلال مقاطع فيديو عرضناها لحضراتكم، فتح أبواب السجون لعناصر داعش. كان في تصريحات وقرار بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي. أنا أتذكر تماما أنه كنا على الهواء وكانت الأخبار العاجلة بتجيلنا من ألمانيا، بتجيلنا من فرنسا، بدأت تباعا دول أوروبا تصدر نفس التصريحات أنه لا يوجد سلاح لتركيا مرة أخرى، طالما السلاح بيستخدم بالأسلوب الهمجي ده، طالما السلاح بيشهر أمام المدنيين والأطفال والكبار السن والنساء والناس في العالم يعني ما لهمش أي ذنب من هذه الأفعال، إلا أنه شخص يعني بيمتلك السلاح وعنده هوس للسلطة وهوس الخلافة وعنده أيضا أجندته الخاصة بكل أهدافها، فبيوجه هذا السلاح في سوريا أمام المدنيين، فتم وقف السلاح وتم حصول أيضا يعني هذا البيان كإجراء حقيقي على الأرض من قبل الاتحاد الأوروبي. بتصور أن ألمانيا كمان كانت أول دولة لعدم إتاحة الفرصة لبيع أسلحة جديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بعد توغلها يوم 9 أكتوبر في سوريا. بينضم إلينا دلوقتي الأستاذ أسامة عبد العزيز مرة أخرى، بجدد التحية بك أستاذ أسامة. قراءتك لبيان الاتحاد الأوروبي خاصة وإنه كان فيه زي ما يعني كنت بتكلم كده منذ قليل إنه عقدة اللاجئين كان دايما بيستخدمها وبيرددها أردوغان للتخويف، وبالتالي كان دايما بيتهم الاتحاد الأوروبي أنه صامت خوفا من فتح أبواب تركيا وتصدير اللاجئين ليها. النهاردة الاتحاد الأوروبي بيصدر هذا البيان، بياخد هذا الموقف، ما هو المقصود؟ المقصود طبعا مؤخرا من يوم الجمعة الماضي بأنها هتسلم الدواعش الموجودة في سجون تركيا الى الدول الاوروبيه. الاتحاد استبق هذا
النهارده انها تسلم 7 الالمان خميس 11 من فرنسا لدوله فرنسا. الاتحاد الاوروبي استبق هذه الخطوه واتخذ هذه القرارات. الاتحاد الاوروبي يمتلك العديد من اوراق تركيا، من بينها هذه الورقه الخاصه بالتنقيب عن الغاز والبترول الشرق المتوسط بدون اي سند قانوني او شرعي. ولهذا انا قراءتي لهذا الخبر ونوع التوبه قبل. بس حضرتك انا طبعا بسمع الصوت للاسف يعني بصعوبه، فهو حضرتك طبعا بدات بموضوع مهم جدا. انا بشكرك يا استاذ اسامه، كنت اتمنى ان يعني اسمع حضرتك. حاولنا فعلا نتواصل معاك مره ثانيه، لكن يعني بنعتذر لحضراتكم عن رداءه الصوت. هو طبعا استاذ اسامه كمان اشار لنقطه مهمه جدا، وهي انه تركيا تبدا غدا ترحيل الدواعش الى بلدانهم في اوروبا. بتصور ده ورقه ضغط وتهديد جديده من تركيا لاوروبا، وبالتالي يعني يبدا يعني اردوغان في التعامل مع اوروبا من زوايا اخرى. اذا كانت عقده اللاجئين اتفكت، فهو هيكون في عقده الدواعش. يعني الداخليه التركيه قالت تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الاخرى. يبقى ده موضوع اخر ان شاء الله نحاول نتناقش فيه، لانه طبعا دواعش اوروبا لديهم اكيد سيناريوهات كثيره منتظره بعد هذا القرار التركي، ودواعش اوروبا اكيد هم قلق لا مفر منه. في رسالة مؤثرة جدا امبارح يعني تابعناها من المطرب الشاب الرائع الجميل صاحب الصوت العذب رامي جمال، قال واعلن عن اصابته بمرض البهاق اللي انتشر بشكل واضح في جسمه في الفترة الأخيرة. هو اللي كتب وعبر عن حالته الجسدية والنفسية للأسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على انستجرام. قال الحمد لله اللي حبني فابتلاني وقدرني على الصبر. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، بعد الكشف من الأطباء عرفت ان ده مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتيرة. ده طبعا اللي كتبه رامي جمال، ربنا يشفيك ويعافيك يا رامي يا رب. قال أنا بعد ما جربت أنواع علاج كتيرة ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله، وده أجمل شيء كتبه. ده درس يعني بين قوسين كده، الكلمة دي درس. رضيت، ودي أهم حاجة في الحياة الرضا، وسلمت أمري لله، علشان عرفت إن الزعل بيزود المرض، الضغط النفسي بيزود المرض. بيقول رامي كفاية شغلانتي، كفاية صعوبتها، القلق الدائم من المستقبل. وأضاف قائلا فعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير. رد الفعل بقى زي ما رامي بيقول، اللي بقى يقول لي هتتعامل ازاي وانت فنان كده، واللي بقى بيخاف يسلم عليا اساسا، واللي بيسألني قبل ما يسلم عليه طبعا هو ده ماضي. انا بقالي سنة فعلا، ده رامي بيكمل كلامه بيقول، لو عندي حفلة او عندي تصوير بتعب على بال ما الاقي طريقة اخفي المرض ده في جلدي، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني يا رامي اعمله، علشان الناس كده مش هتقبلك بالشكل ده. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا رامي كمل كلامه وقال فكرت في كلامهم، وبصراحة لقيت ان عندي حلين. يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي، بالرغم طبعا من حبه ليها الشديد وعدم معرفته بغيرها، يا اما زي ما رامي بيقول مش هداريه تاني، وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انه شكله بقى انسان غريب. الحمد لله على نعمة الاهل، لانهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو. طولت عليكم بس قلت اشارككم في حياة فنان. انت ما طولتش خالص يا رامي، البوست ده بوست رائع مليان برسائل مهمة كتيرة كلنا محتاجينها، مليان بقيم فقدناها، مليان بأخلاقيات بندور عليها من وقت للتاني. انا مش مصدقة ان ممكن حد يقول له يعني قبل ما يتكلم معايا لو سمحت هو ده ماضي. ايه مش خايفين ان ربنا يبتليكم؟ مش خايفين ان ربنا يعني البني ادم ده اللي بيتهكم على مريض يحصل له اي حاجه وحشه؟ نجوم الفن كانوا داعمين لرامي جمال،
بعد إعلان إصابته بالبهاق، وكل التحية والتقدير ليهم. إليسا عجبتني جدا في البوست اللي قدمته الرامي، لأنه برضو محتاجين نسمع كلام زي ده. ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. أنت بتقول أنك ابتليت بالبهاق، بس مش سبب أنك تخاف وتغيب. في ناس ابتليت بالكذب، بالخيانة، بالسرقة وما تهزتش مكانها زي ما هي، بالعكس عايشة طبيعي خالص. وجودك أساسي، وزي ما أنت بتقول يا رامي، أصل الحكاية مش حماية، حكاية روح. أنا طبعا بشكره على البوست ده. عفوا، هي أصل الحكاية مش حكاية شكل، حكاية روح. أنا بس أنا كنت بقراه زي ما هو. ده كلام رامي طبعا. رامي تامر حسني طبعا، كعادته المحترم تامر حسني، كعادته داعم، موجود حاضر في أي موقف، ووقف جنب رامي جمال في البوست اللي احنا شايفينه ده. البوست طبعا كبير، بيتكلم فيه عن حب الرامي، عن حب جمهوره ليه، وبيقول له شيل الهلاوس دي من دماغك، واوعى تخبي حاجة طبعا ملهاش اي تأثير عليك ولا على جمهورك. طبعا ده راجل فنان، ايه علاقتنا باي شيء من اللي ذكرها. محمد الشرنوبي طبعا بيقول له الف سلامة، وما تخليش اي حاجة تمنعك عن فنك وجمهورك اللي بيحبك، مش عيلتك بس اللي بتدعمك، احنا كلنا بندعمك، لانه طبعا دي اسرته الفنيه. جهاد عرابي بيقول رامي هيكمل شغله وهيفضل يمتعنا بمزيكته الحلوه وصوته، عشان ما فيش حاجه هتمنعه وهو قدها وقدود. دي جهاد العرابي اللي بتكتب لرامي هذا الدعم الجميل بعد اعلانه لاصابته بالبهاق. ايمن بهجت قمر الشاعر الجميل بيقول له الف سلامه يا روما، البهاق ما جاش الا لمايكل جاكسون يا عم، كله هيعدي والله، المهم فنك، الباقي شكليات وربنا يعديها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. الله. فنان مميز ومختلف. رنا سماحة بتقول له ربنا حب يميزك أكتر. طب هو في أحلى من كده حب ربنا ليه؟ طبعا كمل يا رامي، وكلنا معاك مستنيين فنك وإبداعك. حمد أهلال قال له ألف سلام عليك يا حبيبي، ربنا كبير وإنت إنسان جميل ومحترم. آخر بوست كان معانا حمادة هلال. الحقيقة رسالة رامي كان وراها سيل كبير جدا من الرسائل ومن الفنانين الداعمين لوجوده وحضوره في العالم الفني بقوة أكتر كمان من الأول. لازم يتحدى المرض، و جمهورك موجود يا رامي، وكلنا موجودين محبين ليك، وانت مش لوحدك، مش بس عيلتك اللي معاك على طول، الجمهور معاك على طول، اسرتك الفنيه معاك على طول، ولازم تبقى معانا كمان على التليفون ومعانا في الاستوديو، ونستضيفك ان شاء الله وفي انتظارك. للاسف معانا خبر قاسي جدا. توفي علاء علي لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق عن عمر 31 سنة بعد صراع مع مرض السرطان. خبر مؤسف الحقيقة، خاصة أن علاء علي كان من أكثر اللاعبين الخلوقين المهذبين المحترمين، اللي يعني بيشهد ليه الجميع بأنه راجل كويس مع الناس المحيطة به، مع أصدقائه، مع زمايله. خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ قبل الوفاة، وبعدين تدهورت الحالة الصحية بشكل كبير. علاء بدأ مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، لعب من سنة 2007 لحد 2012، انتقل لنادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، انضم لتليفونات بني سويف ولعب بقميص نادي سموحة موسم 2014، موسم 2015، وطلائع الجيش في موسم 2016، وادي دجلة في موسم 2017، والنادي المصري في الموسم قبل الماضي. وكان آخر مسيرة اللاعب رحمه الله الكروية في نادي بتروجيت. طبعا دي صوره مع أسرته، يعني خالص العزاء، لا تعليق، خالص العزاء لأسرته. لله الأمر من قبل ومن بعد، ربنا يرحمه، ربنا رحمه من ألام هذا المرض الخبيث، ربنا يشفي كل مريض ويرحم موتانا جميعا. كشف الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، هتبدأ يوم الأربعاء اللي جاي وتستمر لحد الجمعة. أنا معايا دلوقتي هيئة الأرصاد الجوية وهي بتتكلم عن الأخبار الخاصة بالطقس والحر، وخدوا بالكم والأرقام وكل اللي بنقراه كل يوم ده. الحقيقة أنا بقى عايزة أسمع الموضوع من أهل هيئة الأرصاد الجوية، لأن إحنا ما بقيناش فاهمين حاجة، احنا مش عارفين احنا نصيف ولا نشتي. معانا على التليفون دلوقتي الدكتور اشرف صابر القائم باعمال رئيس هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير يا دكتور اشرف. مساء
مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. دكتور اشرف، نعمل ايه دلوقتي؟ الشارع في مصر نصه مشتي ونصه مصيف، وبعدين احنا متابعين اخبار الارصاد كلها كويس، بس احنا ما بقيناش عارفين هو احنا يعني المفروض نتصرف ازاي مع التغيرات الجويه دي. وحضرتك طبعا احنا نزلنا في فصل الخريف، فصل الخريف بيتميز بحالات عدم استقرار، وهو احد الفصول الانتقاليه اللي بتتعرض لها البلاد. تمام. الخريف والربيع هي الفصول الانتقاليه اللي بيكون في حاله عدم استقرار في الجو. طيب دلوقتي حضراتكم يعني انا كان جاي لي رسالتين ورا بعض، رساله بتقول انخفاض شديد هيحصل في درجه الحراره النهارده، في ان شاء الله ارتفاع في درجه الحراره. لا هيحصل الحراره في ارتفاع في درجه الحراره نظرا لتعطل البلاد، يعني بكره ارتفاع في الحراره، في ارتفاع في الحراره. طب يوم الاربعاء؟ ايوه الارتفاع ده مستمر معانا نتيجه لتاثير منخفض استدائي العالم الجمهوريه اللي هيكون مصاحب بامطار غزيره تتحول الى رعديه على سلاسل جبال البحر الاحمر، لذلك احنا بنحذر من امكانيه حدوث سيول على المحافظات المتخنه لسلاسل الاحمر. المحافظات المتخنه ايه يا فندم؟ لسلاسل جبال البحر الاحمر. لسلاسل جبال البحر الاحمر، يعني ارتفاع درجه حراره وفي امطار. وفي امطار. والامطار دي هتصل القاهره؟ لا حضرتك احنا القاهره بتتعرض لنوع ثاني من المنخفضات المتحركه على البحر المتوسط، ومن ستة ربنا هذا المنخفض ارتفع عن جبال القدس العربيه بحيث انه في البحر المتوسط في المنطقه العليا من البحر المتوسط على السواحل الاوروبيه، فبالتالي هنتاثر تاثر خفيف بهذا المنخفض. ايوه. بحيث ان الامطار هتكون شدتها خفيفه الى متوسطه. بس في امطار لكن خفيفه. اه. من اول بكره يعني يا فندم؟ من اول الاربع باذن الله. من اول الاربع ان شاء الله يبقى في امطار لكن خفيفه. بالظبط. الاجواء دي بقى كلها سواء على سلاسل البحر الاحمر او المحافظات او القاهره اللي حضرتك ذكرتها مستمره لحد امتى؟ يوم السبت مثلا؟ على الاقل على الاقل خميس وجمعه معانا يا فندم. خميس وجمعه معانا التقلبات الجويه دي. شكرا. شكرا يا دكتور. دكتور اشرف صابر القائم اعمال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا. طيب احنا عايشين في نفس التقلبات الجويه دي زي ما احنا، ما مش عارفين هو شتاء ولا صيف لحد يوم السبت كده ان شاء الله، لكن في امطار خفيفه في القاهره زي ما قال دلوقتي دكتور اشرف، ده اللي متوقع ان شاء الله من يوم الاربعاء، يعني اللخبطه دي من يوم الاربعاء، بكره ارتفاع في درجه الحراره ان شاء الله. عندنا تقرير هنختم بيه اخبارنا زي ما بنقدم كل مره في هنا العاصمه، التقرير يعني بتبقى نماذج ناجحه فيه من اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه، الجهاز مولهم وقدروا ان هم يثبتوا ذاتهم ويحققوا مشروعهم اللي كان حلم وبقى حقيقه على الارض. تقرير عن محمد العموشي وهو شاب مصري طموح حقق المشروع بانشاء مصنع للملابس الطبيه، لبس الدكاتره ده هو كان نفسه يشتغل وهو واصدقائه اللي معاه وشاركوه في المشروع في هذا المجال في محافظه الدقهليه عن طريق مساعده جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. كان محمد جاهز بالمشروع والصوره الحلوه اللي معانا دي هنتابع تفاصيلها في التقرير، هرجع واقابل حضراتكم في اول حوار بدعوكم للمساهمه فيه ومتابعه هذا الحوار الخاص بتحويل السيارات من البنزين للشحن بالكهرباء والغاز. محمد العموشي صاحب قصة نجاح عملية تمثلت في إقامته لمصنع فريد ومميز للملابس الطبية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بعدما حصل على المساعدات الفنية والمالية اللازمة من جهاز تنمية المشروعات. أنا أول مرة جهاز تنمية المشروعات أخذت منه 70,000 جنيه، دي كانت البداية، وبعد كده أنا اشتغلت فترة كبيرة، فضلت شغال الحمد لله سددتهم وخلصتهم، بعد كده رجعت لهم تاني ادوني 750,000. من هنا بقى كان النشاط بدا يتوسع معايا، بدات اجيب مكن خياطه، بدات اجيب مواد خام زياده، زودت عماله، رخصت مكان، مشروع شغال الحمد لله، وناس يعني ما اثرتش معايا في اي حاجه.
نجاح محمد يتواصل يوما تلو الآخر، فقد حصل على شهادة الأيزو للجودة، كما أن منتجاته الطبية المتنوعة نجحت في اقتحام أسواق التصدير خاصة في دول خليجية عديدة. أنا بالنسبة للتسويق عندي، أنا الحمد لله بسوق في كل مكان في القاهرة، من أول أسوان لغاية دمياط، بحيرة، الصعيد كله، غربية، أهلية، كل المحافظات الحمد لله التسويق معايا شغال فيها، والدنيا الحمد لله ماشية فيها في التسويق حلو. بالنسبة للتصدير، أنا بدأت بالتصدير فوديت ليبيا، وديت الإمارات، وديت السعودية الحمد لله برضو، وعندي يعتبر وكيل دلوقتي في السعودية. مصنع محمد نجح أيضا في توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 20 عاملا، وفي انتظار توسعاته ليضم المزيد من العمال بمرتبات جيدة. نجاح منقطع النظير لشاب حقق حلم حياته. طارق أحمد، هنا العاصمة.